هو الاجتماع الأمني الأبرز على هامش أعمال قمة مجموعة الدول السبع، تجمعهم مياه المحيطين الهندي والهادئ والتوترات الناجمة عن أوضاع دولهم الجيوسياسية. نحن في اليابان لاستكمال عملنا القيم سويا من أجل استقرار وانفتاح وأمن وازدهار منطقة المحيطين الهند والهادي، حيث يجب أن تحترم سيادة كل دولة وأن تتمتع كل منها صغيرة كانت أم كبيرة بتوازن إقليمي يحافظ على السلام. وعلى غرار رئيس وزراء أستراليا، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية هذا التجمع الرباعي. اتفاق عظيم لمستقبل عالمنا يكتب هنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. سويا سنعمل أن يكون المستقبل حافلا بالازدهار والاستقرار أكثر من أي شيء آخر. طاولة مستديرة وأربعة أعضاء، خامسهم الهاجس الصيني. وحظي وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة هيروشيما بمتابعة إعلامية كبيرة، حيث وصل على متن طائرة رئاسية فرنسية للمشاركة في أعمال قمة مجموعة دول السبع. بخطى متسارعة قفزت زيلينسكي سلم الطائرة متنقلا من قمة إلى قمة، من غربي القارة الأسيوية إلى أقصى شرقها، بلباس شبه عسكري يلتقي رؤساء الدول وقادتها. الاجتماع مع رئيس الوزراء الهندي هو الأبرز بسبب موقف الهند الذي يصادق موسكو ولا يخاصم كييف. ثم توالت اللقاءات مع الرئيس الفرنسي ليشكره أقله على الطائرة الفرنسية التي أقلته. عماد الأطرش، سكاي نيوز عربية، هيروشيما.